بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قالت أحد المغسلات: لم تستطع مغسلة من الثلاث تصل تلك الفتاة، فكلما حضرت واحدة ورأت منظر الجنازة فرت ورفضت تغسيلها، وعندما حضرت الرابعة وأدخلت على الفتاة الفتاة بإغلاق الباب عليها من الخارج، على ذلك الجسد الذي كان يتفتت كالقطن كلما وضعت يدها عليه، فأرادت الخروج خوفا وبعرا من ذلك الحال، فإذا الباب مغلق عليها. طلبت منهم فتح الباب، رفضوا إلا بعد أن تقوم بغسل الجنازة. فتقول المغسلة: استعنت بالله وتشجعت وقمت بتغسيلها. تقول: ما استطعت تغسيل الغسل الشرعي المطلوب، فكلما وضعت يدي وصببت الماء تفتت لحمها في يدي وتساقط. فتقول: أسرعت بتكفينها وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله من الرهبة والخوف. وفتح الباب فصحت بهم: ما هي قصتها؟ ما هو خبرها؟ قالوا: تعالي انظري إلى دولاب ملابسها، فإذا بي أرى ملابسا ضيقة وثيابا شفافة وفتحات وبناطيل. فقالوا: هذا هو لباسها داخل البيت وخارجه. يا أمي، ما شكل السماء عسى يزايلني الضجر.